بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية المحترم، السادة المسؤولون المحترمون، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، أيها الضيوف الكرام، من دواعي السرور لنا في الاتحاد العام للصحفيين العرب أن نلتقي في أول دولة عربية شرق أوسطية أفريقية يعقد فيها الاتحاد الدولي للصحفيين مؤتمره العام منذ تأسيسه، فتحية لتونس وتحية لشعب تونس وتحية لرئيس تونس وللأسرة الصحفية في تونس. نحن نفتخر بكم أيها الزملاء في تونس الخضراء، لأنكم أول من أوصلتم الرسالة الواضحة لطريق الحرية والديمقراطية بعيداً عن التقاطعات المميتة، بل أرسيتم طريقاً جديداً على الجميع أن يقتدي به، إن التعايش والسلام والمحبة بين كل أبناء الشعب هي الحقيقة الحقيقية لبناء الديمقراطية الحقة وترسيخ مفاهيم الحرية. نحن في الاتحاد العام للصحفيين العرب ننظر بخيبة حقيقية إلى بعض البلدان. لدينا عشرات الصحفيين يقبعون الآن خلف القضبان. نحن نتضامن معهم، بل نتضامن مع جميع الصحفيين حول العالم، خصوصاً أولئك الذين يقبعون خلف القضبان بسبب حكومات جائرة وبسبب أنظمة لا تعرف للديمقراطية شيئاً ولا تعرف للحرية ولا تعرف أن الصحفي هو الأجدر والأكثر قدرة على بناء الديمقراطية وبناء التنمية المستدامة الحقيقية. لولا عيون الصحفيين ونقلهم الحقيقة ونقلهم مواقع الخلل والفشل إلى المسؤول الذي ينظر إلى ما ينقل إليه لكي يصححه، لم تبنى ديمقراطية ولم تبنى تنمية حقيقية. الصحفيون ليسوا أعداء للأنظمة ولا للحكومات ولا للدول، بل إنهم أول من يضحي. لدينا مئات الصحفيين الشهداء، خصوصاً في البلدان التي قاتلت الإرهاب السنوات القليلة الماضية، وأنا من بلد دخل فيه الإرهاب بشكل كبير جداً وتعرفون ذلك، العراق، وهناك بلدان أخرى. أنا عايشت مجموعة من الشباب عندما نقل داعش صورة وكأنها صورة من هوليود من أجل إضعاف المعنويات على المواطنين وعلى المقاتلين. كانت هناك مجموعة بل مئات من الصحفيين الشباب ما بين مصورين ومراسلين حربيين ذهبوا إلى جبهات القتال مع القوات الأمنية، مع قوات الحشد الشعبي، مع كل المقاتلين في هذه المعركة مع داعش. فقط سقط أكثر من 50 شهيداً صحفياً ومئات الجرحى، ليصل عدد الشهداء في العراق فقط إلى 375 شهيد صحفي منذ عام 2003. هذا العدد لم يسقط مثله لا في الحرب العالمية الثانية ولا في حرب فيتنام. وهكذا لنا شهداء في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في عديد البلدان العربية. لم نطلب لهم شيئاً ولم تطلب عوائلهم شيئاً، وإنما علينا نحن الآن أن نقول للحكومات وللأنظمة ارعوا عوائل هؤلاء، لأن هؤلاء ضحوا بأعز ما يملكون، وأهلهم الآن ينظرون إليكم بأنكم رعاة لأطفالهم ولإخوانهم ولأمهاتهم. لذلك سنبقى نناضل من أجل إطلاق أي صحفي يعتقل أو يسجن ويكون خلف القضبان، وسنناضل من أجل حقوق عوائل الشهداء من الأسرة الصحفية في كل مكان، ونتضامن مع كل الصحفيين حول العالم ضد كل نظام جائر وضد كل جهة تحاول أن تقمع الحريات. وأيضاً سننطلق مع الاتحاد الدولي بشراكة، خصوصاً بعد أن وقعنا اتفاقية قبل عامين في موسكو بعد مباحثات جرت في بروكسل والقاهرة، وتوصلنا إلى نتائج مهمة طبعت على ورقة وهي اتفاقية مهمة. سنعلن عن تفاصيل أخرى إضافية ونطور هذه الاتفاقية بحيث نعلن عن الأسماء الذين أو أقصد من قامعي
الحريات من الذين يلاحقون الصحفيين وربما نقاضيهم. إذا لم نكن ننجح في بلدانهم في محاكم دولية لا يمكن أن نقبل أن يكون أي اعتداء على صحفي أو مؤسسة إعلامية، ولا يمكن أن نقبل لتكميم الأفواه وقمع الحريات. هناك قضاء في كل بلد، وممكن نلجأ جميعا إلى القضاء ليكون الفيصل بيننا. مرة أخرى أوجه التحية الحقيقية من قلب عربي صادق وباسم الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى تونس، إلى الأسرة الصحفية في تونس، إلى رئيس تونس، إلى حكومة تونس، إلى شعب تونس، على هذه النظرة الحقيقية الإيجابية مفتوحة الصدر للحرية والديمقراطية. وأدعو الأنظمة العربية وجميع الدول أن تكون تونس نموذج لهم يقتدوا بها. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.